بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 63 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة، باعثها مستمع يقول: أخوكم في الله عين عين عين. أخونا يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: هل يجب على المرأة أن تخصص ثيابا خاصة بالصلاة أم تصلي بأي ثوب شاءت؟ وهل يجب عليها ستر يدها وقدميها بحضور زوجها؟ نرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فلا يتعين على المرأة أن تخصص ثيابا للصلاة، وإنما المتعين عليها أن تصلي بثياب طاهرة ليس فيها نجاسة، وأن تكون هذه الثياب ساترة أيضا لجميع بدنها. وإن خصصت ثيابا للصلاة لكونها تخشى أن تتلوث ثيابها بشيء من النجاسة، خصوصا إذا كانت تزاول تربية أطفالها، فلا بأس بذلك. وأما ما سألت عنه في هل يجوز أن تكون يدها وقدمها مكشوفين بحضور زوجها وهي تصلي، نقول لا، لا يجوز لها ذلك، بل يجب عليها في الصلاة أن تستر جميع بدنها ما عدا وجهها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم. فيجوز أن تكشف وجهها فقط عند المحارم بما فيهم الزوج، تكشف وجهها في الصلاة عند المحارم. أما ما عدا وجهها فإنه لا يجوز أن تكشفه في الصلاة، لا عند المحارم ولا عند غيرهم، لأن المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل فضيلتكم شيخ صالح: ما قولكم في من يقول عندما يقع حادث أو ما شابه يقول: يا ساتر، وهل من أسماء الله الستار؟ نرجو الإفادة. الله سبحانه وتعالى يستر على عباده، فوصفه سبحانه وتعالى بأنه يستر على عباده وأنه ستير الذي ورد أنه ستير. أما الستار والساتر فهذا لم يرد تسمية الله تعالى بهما فيما أعلم، لم يرد فيما أعلم أن من أسماء الله الساتر أو الستار، وإنما الذي ورد الستير. وأما أنه يوصف بأنه يستر عباده ويستر على عباده فهذا لا بأس به. جزاكم الله خيرا. يقول: دخلت المسجد بعد أذان الصبح قبل الإقامة، فأتيت بركعتين تحية للمسجد وأتيت بركعتين سنة للصبح، فقال لي أحد الإخوان بجانبي: إنما يجب عليه هو سنة الصبح. أرجو في هذا الإفادة، جزاكم الله خيرا. دخلت المسجد بعد أذان الصبح قبل الإقامة، فأتيت بركعتين تحية المسجد وأتيت بركعتين سنة الصبح، فقال لي أحد الإخوان بجانبي: إنما يجب عليه هو سنة الصبح. أرجو الإفادة. نعم، تأتي بسنة الصبح يعني راتبة الفجر وتكفي عن تحية المسجد. طيب، تأتي بالراتبة وتكفيك عن تحية المسجد. نعم، جزاكم الله خيرا. ومن فعل ذلك يكون آثما شخصا؟ لا يكون آثما إن شاء الله، لكن الأولى أن يقتصر على راتبة الفجر، لأن بعد طلوع الفجر يدخل وقت النهي، ولا يستثنى إلا راتبة الفجر. إلا على رأي من يرى أن تحية المسجد من ذوات الأسباب، نعم، إنها تفعل بعد طلوع الفجر لكن تغني عنها راتبة الفجر. نعم، بارك الله فيكم. كان الشيخ صالح ينصح الإنسان بأن يصلي راتبة الفجر في المنزل وحينئذ يصلي تحية المسجد بعد دخوله إلى المسجد. هذا على رأي من يرى
أن تحية المسجد من ذوات الأسباب. أما على رأي من يرى أنها تدخل في النهي فلا يصلي، إذا دخل المسجد يجلس، دخل المسجد وقد صلى الراتبة في بيته فإنه يجلس، لعموم قوله صلى لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت. نعم. طيب. عدا راتبة الفجر وقد أداها في البيت. طيب. نعم. المستمع خاحة يسأل، هل يجوز أخذ 10 ريالات أوراق مقابل 9 ريالات معدن أم أن هذا من الربا؟ صرف الريال الفضة، صرف ريال الفضة بعدد ريالات ورقية لا بأس به، لا بأس به، لأن هذا من باب الصرف، والفضة جنس مستقل، الفضة جنس مستقل والأوراق جنس آخر، فيجوز صرف الفضة بالأوراق النقدية بما تساوي في السعر في وقت الصرف. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تقول، السائدة فغين العتيبي تقول، لقد كنت مريضة ولي ولد صغير في سن الرضاعة، نمت في الليل ونومت ولدي معي بجانبي وكان بأتم الصحة والعافية، لكنني أنا كنت أحس بالمرض من قبل نومي، نمت ونومت ولدي كما قلت معي في الفراش ولم أشعر بنفسي ولم أذكر ولدي لأنني كنت كما قلت مريضة، حتى جاء زوجي بعد أن صلى الجمعة صبيحة يومي وسألني عن أين ولدي، فقلت له لا أعلم، فذهب هو بنفسه إلى الفراش فرفع اللحاف عنه فوجده قد مات تحت اللحاف، هل علي صوم يا فضيلة الشيخ أم ماذا يجب علي؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان مات بسبب وضع اللحاف على وجهه وأنت التي وضعت هذا اللحاف عليه، فإن عليك الكفارة لأنك تكونين متسببة في وفاته، يكون عليك الكفارة عتق رقبة، فإن لم تجدي فصومي شهرين متتابعين لأنك متسببة في قتله. جزاكم الله خيرا. مجتمعة من السودان رمزت إلى اسمها بالحروف ألف ألف عين تقول، إني عزمت على أن لا أتزوج إلا من رجل حافظ لكتاب الله أو أجزاء منه ومتبعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن كل الشباب الموجودون في منطقتنا يهتمون بأمور دنياهم أكثر من أمور دينهم، وأخشى أن أتزوج من نوعهم فنقع في الخلاف، فما هو توجيهكم؟ تحري الشاب الذي يحفظ القرآن أو يحفظ بعض القرآن أو يحفظ شيئا من السنة هذا أفضل وأحسن، لكن إذا لم يتيسر فتزوجي بمن يكون مستقيما في دينه ولو لم يكن يحفظ شيئا كثيرا من القرآن، لم يكن يحفظ كثيرا من القرآن أو لم يكن يحفظ من السنة، ليس هذا بشرط وليس بلازم، ما دام أنه مستقيم على دينه ومحافظ على الصلوات ولو لم يكن عنده حفظ كثير من القرآن أو من السنة. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول، هل يجوز لمن عليها العذر الشهري أن تقرأ القرآن في السر، أي من غير أن تنطق بلسانها حرفا واحد، وهل يجوز لها أن تسمع التلاوة؟ سماع التلاوة لا بأس به، أما قراءة الحائض للقرآن فهي محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف بين أهل العلم، لأن عليها حدثا أكبر فهي مثل الجنوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع من قراءة القرآن إذا كان عليه جنابة، والحيض حدث أكبر مثل الجنابة، ومن العلماء من يرخص للحائض والنفساء في قراءة القرآن إذا كانت تخشى نسيانه، إذا كانت تحفظ القرآن وتخشى في فترة الحيض والنفاس أن تنسى حفظها فإنها تقرأه، وكذلك في وقتنا الحاضر الطالبة التي عندها امتحان وإذا لم تحضر امتحان القرآن فإنها ترسب، فهذه حالة عذر يجوز لها أن تقرأ القرآن، الحاصل أنها في حالة العذر لا بأس أن تقرأ القرآن. نعم. جزاكم الله خيرا. نعم. وأما قراءتها في نفسها بدون تلفظ هذه لا تسمى قراءة. هذه لا تسمى قراءة. نعم. تقول، إن أبي كان يصلي ويصوم ويذكر الله كثيرا وكان يحضر مجالس العلم والفقه، لكنه عندما مرض ترك الصلاة، وكان في بداية مرضه يصلي ولكنه عندما اشتد عليه المرض تركها، وكانت أمي دائما تذكره بالصلاة وتشجعه عليها، وكان جوابه لها بأن يقول لها، أصلي بخشوع أم من غير خشوع، يعني أن قلبه مشغول جدا بما أصابه، وأنا كثيرا ما أصلي صلاة كثيرة غير الفريضة وأهب ثوابها إليه، وأيضا أهب له ثواب قراءتي للقرآن، فهل هذا العمل يذهب إلى الميت؟ وهل هناك عمل توجهوننا به غير الصدقة والدعاء في كل صلاة؟ جزاكم الله خيرا.
أما ترك والدك للصلاة في حالة المرض فهذا غلط منه وجهل منه، وكان الواجب عليه أن يصلي على حسب حاله، قوله صلى الله عليه وسلم للمريض صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، ولقوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، كان الواجب عليه أن يصلي على حسب حاله، والمرض ليس بعذر في ترك الصلاة ما دام عقله باقيا وتفكيره باقيا فإنه لا يترك الصلاة بحال، ولكن لعل ما حصل منه اجتهاد خاطئ منه ولم يترك الصلاة متعمدا فنرجو له المغفرة من الله سبحانه وتعالى نظرا لجهله في ذلك. أما الصلاة عنه بعد وفاته فلا تجزيه شيئا، لأن الصلاة عمل بدني لا تدخله النيابة، وكذلك قراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت لم يدل دليل على جوازه، والأولى أو الصواب أن تتصدقي عنه وأن تستغفري له وأن تدعي له الدعاء الصالح، إن هذا ينفع، الصدقة والدعاء والاستغفار والحج والعمرة كل هذا يصل ثوابه إلى الميت إذا تقبله الله لورود السنة بهذه الأمور. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من ليبيا بتوقيع إحدى الأخوات بل بعض الأخوات، يقول سليمة ورحمة المهدي العريفي من ليبيا. الأخوات يسألنا جمعا من الأسئلة من بينها هذا السؤال: من هم الأشقياء من حملة القرآن وكيف يكون عملهم؟ الأشقياء من حملة القرآن هم الذين لا يعملون به، يقرؤونه ولا يعملون به، هؤلاء هم الأشقياء. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى قد كنت بصيرة قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عند هذه الآية: تكفل الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فالذي يقرأ القرآن ويعمل به هذا لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وأما الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به فهذا هو الذي عليه الوعيد الشديد وهو الشقي والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا. تقول: أنا أصلي والحمد لله وأحيانا أوتر بإحدى عشرة ركعة، فهل أصلي ركعتي الشفع قبل أن أصلي العشر ركعات ثم ركعتي الشفع ثم أوتر؟ وهل إذا استيقظت من النوم من آخر الليل هل يجوز أو يجب علي أن أصلي بعد أن أوتر؟ وكيف تكون الصلاة؟ هل أصلي صلاة زوجية أو فردية؟ وضحوا لي جزاكم الله عنا ألف خير. صلي صلاة الليل مثنى مثنى، لأن تسلمي من كل ركعتين ثم توتري بواحدة ركعة واحدة. إذا كنت تصلين 11 فصلي 5 تسليمات ثم أوتري بواحدة، وإن كنت تصلي 13 ركعة فصلي 12 ركعة بست تسليمات ثم أوتري بواحدة، وإن كنت تصلين 3 تسليمات فصلي ركعتين بتسليمة ثم أوتري بواحدة. فالوتر أقله ركعة وأكثره 11 ركعة أو 13 ركعة وأدنى الكمال 3 ركعات. وإذا أوترت ثم صار عندك نشاط بعد ذلك وأردت أن تصلي فصلي، لا حرج عليك أن تصلي بعد الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصلي بعد الوتر. جزاكم الله خيرا. هل يجوز إزالة شعر الوجه عن عدى الحاجبين وذلك بقصد التجمد للزوج؟ الأولى عدم إزالة شعر الوجه إلا إذا كان مشوها، إذا كان مشوها للوجه فإنه يزال، أما إذا كان عاديا وليس فيه تشويه فالأولى تركه، لأن بعض العلماء يرى أن هذا من النمس المحرم. تقول: هل إذا تقدم إلي شاب يصلي ويصوم ولكن ليس متمسكا بالسنة وأنا متحجبة ولكن أعترف بأن حجابي ناقص لأنني لا أغطي وجهي، وهذا الشاب لديه إخوة، فهل أوافق عليه أو لا؟ وهل إذا قمت بغطاء وجهي بعد زواجي من هذا الشاب يجوز لي كشف وجهي أمام إخوتي؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. الأولى اختيار الزوج الصالح المستقيم على دين الله، الأمثل فالأمثل حسب الموجودين. فإذا تقدم إليك أن يحافظ على صلاته ويحافظ على دينه فتزوجي منه، وأما الذي عنده تقصير في أمور دينه وتساهل في أمور دينه فهذا ابتعدي عنه لئلا يؤثر عليك. وأما
إخوان زوجك فإنهم أجانب، يجب عليك الحجاب الكامل عنهما بما في ذلك تغطية الوجه والكفين، الاحتجاب الكامل عنهما عنهم كغيرهم من الأجانب لأنهم ليسوا من محارمك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من القصيم بريدة رسالة بتوقيع إحدى الأخوات، تقول المرسلة ميم سين تسأل: كيف يضع المصلي رجليه أثناء الجلوس؟ في التشهد الأول يجلس مفترشا، يعني يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويخرجها من تحته. أما في التشهد الأخير فإنه يجلس متوركا، بمعنى أنه ينصب اليمنى ويخرجها من تحته ويفرش اليسرى ويخرجها من تحته ويجلس بمقعدته على الأرض. هذا هو الأفضل في جلوس الصلاة. وكذلك الجلسة بين السجدتين مثل الجلسة في التشهد الأول، يجلس مفترشا. بارك الله فيكم. الحكم بالنسبة للنساء والرجال واحد شخص؟ هذا المرأة تضم نفسها تتضام نفسها. بارك الله فيكم. أيضا تسأل: كيف يركع المصلي إذا صلى وهو جالس؟ يركب لأن يومي، فصلى وهو جالس لعذر أو كان في نافلة فإنه يومي برأسه الركوع. نعم. جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة بعث بها مستمع يقول: أخوكم في الله عين ميم ميم من مطروح في جمهورية مصر العربية، يقول: رجل على سفر، هل يصلي خلف إمام مقيم؟ لا بأس بذلك، لكن يلزمه الإتمام. إذا صلى المسافر خلف إمام مقيم جاز ذلك، ولكن يلزمه الإتمام لأنه تبع لإمام. إني أصلي الوتر بعد العشاء مباشرة خشية ألا أستيقظ في الثلث الأخير من الليل، وإذا استيقظ هل أوتر مرة ثانية؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. يكفي الوتر الأول، وإذا استيقظ فصلي ما تيسر ولا توتر مرة ثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوترين الليلة الواحدة. رسالة من جدة بتوقيع إحدى الأخوات، تقول: ها عبد الله أحمد، تسأل وتقول: تعمل أمي خياطة، وحدث أن أعطتها جارتنا قماشا لتخيطه وتكرر ذلك عدة مرات، ولم تكن جارتنا تدفع الأجرة على الخياطة. وحدث أيضا أن أعطتها جارة حوالي 3 أقمشة وقد نسيت الجارة أمر هذه الأقمشة، فخاطتها والدي لنا واستعملنا تلك الملابس، وسألت أنا والدتي، قالت: إن ذلك لأنها صاحبة القماش لم تدفع النقود، وقد انتقلت جارتنا إلى منزل آخر لا نعرفه، ولدينا أيضا من الملابس ما يبقى من الأقمشة التي لا يريدها أصحابها، علما بأننا لا نسألهم لكنهم لا يطلبون الخياطة ذلك. وجهونا حول هذه الأمور جزاكم الله خيرا. الواجب إعطاء القماش لصاحبته، وإذا كان لوالدتك حق عليها فإنها تطلبه منها، تقول لها: ادفعي الأجرة، تطالبها بالأجرة التي في ذمتها وتعطيها قماشها. أما أن تأخذ القماش وتلبسه لأولادها فهذا أمر غير جائز، لأنه استعمال لحق الآخرين بغير إذنهم. فالواجب ما ذكرنا، أن تعطيها قماشها وأن تطلب منها الأجرة أو تتركها وتسامح، هذا هو الواجب، إلا إذا طلبت منها وامتنعت. إذا طلبت الأجرة منها وامتنعت فإنها تكون ظالمة، ويجوز لوالدتكم أن تأخذ من القماش بقدر هذه الأجرة، بقدر هذه الأجرة، أن هذه مسألة الظفر المعروف عند العلماء. فإذا طلبت منها الحق الذي عليها وأبت أن تعطيها يجوز القصاص منها، يعني تأخذ من هذا القماش بقدر هذه الأجرة وتدفع لها الزائد. جزاكم الله خيرا. كون الجارة انتقلت إلى بيت آخر وهم لا يعرفون ذلك البيت، هل يتغير الحكم شخصانا؟ إذا تعذر معرفة صاحبة القماش، نعم، فإن الزائد يتصدق به، يتصدق به على المحتاجين على نية أن الأجر لصاحب القماش. بارك الله فيكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المدينة المنورة بتوقيع إحدى الأخوات، تقول: أم أنس. أم أنس تسأل جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال تقول فيه: هل يعتبر الذي لا يقرأ القرآن في يوم أو أكثر هاجرا للقرآن؟ لا يمكن للمسلم أن يمر عليه يوم ولا يقرأ شيء من القرآن، ولو على الأقل في الصلاة الفريضة، لأن قراءة الفاتحة هذا ركن من أركان الصلاة، وقراءة ما
زاد على ذلك هذا سنة، فلا يعقل أن مسلما يمر عليه يوم لا يقرأ فيه شيئا من القرآن، وإذا زاد عن ما يقرأ في الصلاة من تلاوة القرآن فهو زيادة خير. طيب، وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون عنده حزب من القرآن في كل يوم يقرأه في صلاته وفي جلساته، بحيث يختم القرآن ولو على الأقل في الشهر مرة. جزاكم الله خيرا. لعلها تسأل عمن لم يقرأ القرآن خارج الصلاة بطبيعة الحال، هل يكون آثما وهاجرا للقرآن؟ لا يكون آثما، ولكن يكون تاركا لفضيلة، يكون تاركا لفضيلة وحارما نفسه لأجر عظيم. جزاكم الله خيرا. أختنا تقول أريد أن أتمسك بعقيدة أهل السنة والجماعة، فما هو الأفضل؟ افتوني جزاكم الله خيرا، حيث أنني أخاف من البدع ومن الشرك أيضا. عليك بتعلم عقيدة أهل السنة والجماعة حتى تتمسكي بها، لأن تقرأي هذه العقيدة على معلمة صالحة تبين لك عقيدة أهل السنة والجماعة، أو على الأقل تقرأين من الرسائل المختصرة المفيدة، وما أشكل عليك تسألين عن معناه من عنده معرفة من أهل العلم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز قص الشعر من الأمام؟ تونا معذورين. قص الشعر للمرأة إذا كان للحاجة لعلاج أو لتخفيفه لكونها لا تستطيع مؤونته وتريد أن تخفف، إذا كان القص لحاجة فلا بأس، أما إذا كان للتزين فهذا ليس بمستحسن، لأن الزينة ببقاء شعر المرأة وجمال المرأة بلوائبها وشعر رأسها الذي جعله الله جمالا لها، وإنما حدث هذا القص تأثرا بالنساء الغرب والنساء المتأثرات بعادات الغرب. جزاكم الله خيرا. تقول في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن أربع، من ضمنها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وأنا يا فضيلة الشيخ والدي هو الذي يصرف علي، فهل أسأل من أين اكتسبت هذا المال؟ جزاكم الله خيرا. السؤال يكون عن الوالد، أما أنت فليس عليك سؤال، لأنك بحاجة إلى الإنفاق وهو ينفق عليك وهو المسؤول عن ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أم فادي صفية إسماعيل بعثت بقضية مطولة بعض الشيء وكتبتها بأسلوبها الخاص، وملخص ما في هذه القضية أن الأطباء اكتشفوا وهي حامل أن جنينها مشوه في رأسه، وحينئذ أشاروا عليها بإنزاله لكنها امتنعت، وفي التاسع تأكد لها ذلكم الأمر فأنزلت، وحينئذ تسأل عن الحكم. جزاكم الله خيرا. الواجب أن تسأل قبل أن تنزل الطفل، أما ما دامت قد أنزلته فإنها قد أثمت بذلك ولا يجوز لها هذا العمل، والمفروض أن تترك الطفل لمشيئة الله سبحانه وتعالى واختياره. فإنزاله وقد نفخت فيه الروح هذه جناية، أما إذا كانت نفخت فيه الروح وأنزلته ومات بسبب هذا فإنها يكون عليها الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين، لأن هذا قتل لنفس بغير حق. تقول إنه بعد إنزاله قال الأطباء لقد عاش 4 ساعات، يعني مات بعد ما أنزل. يكون عليها الكفارة كما ذكر. اللهم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما مسؤولية الأطباء والحال ما ذكر شخصا؟ لا يجوز للأطباء أن يعملوا هذا العمل، عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ولا يجنوا هذه الجنايات وينزلوا الأطفال ويجهضوهم بهذه الحجة، وإنما يجوز هذا في أضيق الحدود، إذا كان في بقاء الطفل خطر على أمه بالموت، فهنا يجوز أن ينزل الطفل إبقاء على حياة أمه للضرورة، أما أن ينزل الطفل من أجل أن فيه تشويها فهذا لا يجوز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة رفوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.